الزباء المختلفين عندنا هذا أربع قضايا مهمين. قانون السلطة القضائية، منع مد الشهر من إصدار قانون السلطة القضائية، قاعدة البيانات، إصدار قاعدة البيانات. عندنا النهاردة ضباط الشرطة المختلفين وأمين الشرطة. عندنا النهاردة قضية التزام مراسي بالإعلان عن منطقة لشهداء رفح. أربع دعاوى قضائية مهمين. نبدأ بالسلطة القضائية، مجلس الشرطة المختص والمؤهل لإصدار مثل هذا القانون. ينتخب مجلس الشورى 6% من الشعب المصري. نشوف من خلال مؤهلاتهم العلميه انهم غير مؤهلين تماما لاداره مثلا هذه الشعاعات. نشوف من خلال 90 شخص اللي حطهم دكتور مرسي، دول اللي عينهم دكتور مرسي ثلاث اعضاء يدينون بالولاء الكامل للدكتور مرسي، يدينون بالولاء الكامل للسلطه التنفيذيه. الدستور قال يختص مجلس الشورى الحالي بالتشريع. اللي بتاعت الانتخابات ما كانش فيه 90 واحد، كانوا 180 شخص فقط لغير. يعني تم اضافه اشخاص يشرعون ويضعون التشريعات في اسهال تشريعي غير مسبوق. مجلس الشورى يقوم باسهال تشريعي كل يوم قانونين وثلاثه تهريج وغير مكلف كثير بالنسبه لمجلس الشورى. مجلس قاعده البيانات عندنا الجهاز المركزي التنظيم للتعبئه العامه والاحصاء قال ان الشعب المصري وزير الاداره قال ان الشعب المصري بيتجاوز 60 18 سنه، بيتجاوز 18 سنه، عدده 42 مليون. كيف تكون قاعده البيانات الناخبين فيها 52 مليون ناخب؟ ده بيؤكد ان فيها 10 مليون ناخب تم تزويعهم وتم اضافتهم لقشور الناخبين في الحزب. عندنا الحاجة الثالثة ضباط الشرطة المختطفين. النهارده هدول مختطفين في غزة، حماس بيحطها حكومة مبارك، حكومة مرسي مبارك هي واحدة، حكومة مرسي مبارك ترفض الإعلان وترفض استعادتهم أو ترفض جهاز الإدارة القانونية لاستعادتهم. هي تعلم تماما أماكن تواجدهم، الناس كلها تعلم عسكري، تعرف اسم عسكري درجة ثالثة إسرائيلي اسمه جلعاد شاليك، لأن لما تم اختطافه العالم كله عارف بهذا الاسم. الشعب المصري نفسه ما يعرفش أسماء الضباط المختلفين من سنة ونص. ليه؟ لأن حكومتنا نيمة الموضوع تماما، ترفض تحريك هذه القضية لأنها تعلم أين هم وجودهم، وترى إن باستدعائهم باستعادتهم خطر عليها، إنها تبين مين اللي خاطفهم فيكون اختطافهم. عندنا النهارده نفس موضوع شهداء رفح. الناس قتلت شهداء رفح، هم من الأنفاق، الحكومة المصرية وهربوا من الأنفاق، والحكومة المصرية ترفض الإعلان عن مقتلهم. دكتور مرسي بعد اقوال المجلس العسكري قال في خلال اسبوع واحد منكم مين اللي قتل الشهداء دول؟ بعدين الموضوع سكت تماما وتوقف اي اعلان عنه بما يؤكد ان فيه محاوله وتواطؤ لدمس